وفي اتصال هاتفي لقناة الوطنية مع لاعب الدولي ونجم اتحاد العاصمة السابق كريم غازي، تحدث عن أزمة نادي سوستارا والقطيعة بين إدارة الفريق من جهة والطاقم الفني واللاعبين من جهة أخرى. أحب نقول لك شيء مؤسف لما تشوف فريق كبير، فريق شهداء معروف بالجمهور تاعو متخلق، تشوف باللي هدايا ما يشرفش كرة القدم الجزائرية ككل، وما يشرفش اتحاد العاصمة سيرتو. علاش؟ الأمور معقدة من عام للعام، نلقاو مشاكل. تشوف اتحاد العاصمة تتخبط التسلسلات تاع المشاكل كل عام، وهذه غير راضي وما نتقبلوهاش وما نتحملوهاش، وما يتقبلها ني المناصر ني الجمهور الكريم تاع اتحاد العاصمة ني محب الفريق. هذا فريق كبير، واللاعبين لازم اللي يتحملوا الالوان تاع الفريق يكونوا واعيين بالمسؤوليه، وعلى لازم يعرفوا باللي لو مايو القميص ثقيل بزاف، فهمت؟ ماذا بينا ما نشوفوش المشاكل في الفريق ان شاء الله.